الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، حصل بينها وبين زوجها خلاف ليلة 27 من رمضان، تقول وهو غاضب وتلفظ عليها بقوله أنت طالق، ثم تجادلت معه مرة أخرى وقال أنت طالق. تقول السؤال: هل يقع الطلاق؟ وإذا كان وقع فما الذي يجب علينا؟ وهل لو جلست، تقول وهل لو جلست في بيتها مع زوجها وابنها جائز؟ وهل يجب عليها الاستئذان أثناء الخروج أم لا؟ وكم مدة العدة إذا حسب طلاقا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، وأصل هذا الضابط حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد صححه جمع من أهل العلم وحسنه بعضهم. والمقصود بهذه القاعدة أن الإنسان إذا غطى على عقله وقت نطقه بالطلاق شيء من صوارف العقل ومن صوارف كمال التفكير، فإنه لا يقع في هذه الحالة طلاقه. فإذا غضب، ومن جملة ما يغلق على العقل، الغضب الشديد. فإذا غضب الإنسان غضبا شديدا وأوقع طلاقه حال هذا الغضب الشديد، فإن طلاقه في هذه الحالة غير واقع. واختار ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم وجمع من المحققين. وبما أنك قلت في السؤال إنه غضب غضبا شديدا ثم أوقع الطلاق حال هذا الغضب الشديد، فأنا أرى والله أعلم أن طلاقه غير واقع في هذه الحالة، لا سيما إذا كان في طهر قد مسك فيه أو كنت حائضا، فلا يقع طلاقه في هذه الحالات الثلاث. فيما لو طلق في حال الغضب الشديد الذي غطى على عقله، أو في حال كونك في طهر قد مسك فيه، أو في حال كونك حائضا، فمتى ما أوقع الزوج طلاقه في هذه الحالات الثلاث فإنه لا يعتبر واقعا. وأنت قد تحقق فيك على حسب السؤال واحدة منهن، وهو أنه أوقع طلاقك وهو غاضب الغضب الشديد، فلا يقع طلاقه في أصح القولين. ووصيتي لكما أن تتقيا الله عز وجل في أنفسكما وفي أولادكما وأهل بيتكما، وأن تحاولا أن تحلا مشاكلكما بعيدا عن هذه الألفاظ التي تدمر ولا تعمر، وتفسد ولا تصلح، والله أعلم.